استاذ طارق صباح الخير. صباح النور يا فندم. احنا دلوقتي هو في كيان دلوقتي اسمه حزب 6 ابريل هو اللي بيعبر عن حركه 6 ابريل صحيح؟ يمكن بس الفتره عشان في لخبطه هتحصل الفتره الجايه من حركه 6 ابريل وحزب 6 ابريل فعايزين نعرف الفرق اولا. أنا يعني الاول بتاسف على اللخبطه دي، لكن للاسف الفتره او اللي تعرضت ليه 6 ابريل على مدار من 2008 حتى هذه اللحظه امور كثيره، يعني يمكن يتسع الوقت في في في, في وقت اخر يعني ان احنا نعرض موضوع 6 ابريل ده من اوله لاخره، لانه في تداخلات كثيره وفي امور كثيره يجب انها تتضح. الا انه احنا امام ثلاث جهات الان تتحدث باسم 6 ابريل، جبهه احمد ماهر والجبهه الديمقراطيه وحزب 6 ابريل اللي انا بمثله. ده ثلاثه يعني ثلاث جبهات مش جبهتين. اللي داعين لتظاهرات النهارده هم 6 ابريل الجبهه الديمقراطيه. الجبهه الديمقراطيه هي اللي انا اسستها لما تم انشقاقنا على او رفضنا. انا كنت لسه هسال حضرتك انه انت كنت جزء من الجبهه الديمقراطيه دي صحيح؟ ده صحيح. فانا اسستها، لكن للاسف تعرضنا في المرحله اللي فاتت الى انه كان مسؤول شؤون العضويه داخل 6 ابريل الجبهه الديمقراطيه اتضح فيما بعد انه احد اعضاء جماعه الاخوان المسلمين وعلى علاقه مباشره بمحمد البلتاجي، وبما انه الوضع داخل 6 ابريل الجبهه الديمقراطيه مسؤول شؤون عضويه قدر يدخل اعداد كبيره من الاعضاء المنتمين لجماعه الاخوان المسلمين، منهم اسماء اقدر اقول على طول احمد معوض وهو الان معتقل في فض اعتصام رابعه، عبد الرحمن عز وطبعا ده يعني مشهور ومعروف عبد الرحمن عز كدر هو وغيره. المجموعات دي ابتدت تدخل وابتدى يحصل خلاف في فتره مرسي شفيق، وكانوا عايزين ياخدونا لاتجاه دعم محمد مرسي، وبعضهم ابتدى يطلع عليا بعض الاشاعات ان انا بدعم احمد شفيق لان انا رفضت دعم محمد مرسي، واتضحت ابتدت الخلايا دي تظهر يعني. سبتهم وابتدينا نتوجه بالمجموعه الاساسيه عشان ناسس حزب 6 ابريل عشان نميز نفسنا عن باقي المجموعات اللي ابتدت جزء منهم جبهه احمد ماهر الكلام طول الوقت عن علاقات خارجيه بامريكا وقطر، والجبهه الديمقراطيه اللي اصبح لها علاقه بالإخوان. مع جماعه الاخوان المسلمين ومخترقه بشكل واضح وبالاسماء وبكل شيء. المفاجاه اللي كانت بالنسبه لي كمان انه اعضاء من الجبهه الديمقراطيه كانوا موجودين داخل اعتصام رابعه العدويه في تيشيرتات 6 ابريل الجبهه الديمقراطيه، حتى مرتدين التيشيرتات، وده كان يعني وضوح يعني رهيب. انا ممكن ابعت حتى الصور للقناه لا مفهوم اللبس اللي حاصل، بس انتوا مش متخوفين من يعني الجبهه الديمقراطيه كتر الاعضاء دول؟ الا انه انا اللي ما زلت حاسس انه لا، في عدم عقلانيه في دعوه للتظاهرات دلوقتي. تمام. انا ضد التظاهرات، اذا كنا بقى بنتكلم بعيدا عن 6 ابريل نفسها الدنيا فيها ايه، انا مساله التظاهرات النهارده. انا النهارده هنزل اعمل مظاهره فيها 30 واحد، هيجي لي 300 من الاخوان يقفوا في المظاهرات، مع اصل هو مش مكتوب على راسه انه اخوان يعني، فهيجي 300 من الاخوان يقفوا في المظاهرات دي، ومن امبارح على الفيسبوك اللي هيتابع مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر هيلاقي دعم رهيب من الاخوان واللي عاملين حاطين بروفايلات على البروفايلات بتاعتهم الصوره الشهيره بتاعت رمز رابعه دي اللي هو اربع يعني القبضه اللي هي عامله اربع اصابع، رمز اربع اصابع، هيجد انهم امبارح بيقاتلوا من اجل التظاهرات دي انها تخرج للنور، التظاهرات اللي بيدعوا لها قوه بعيده عن الاخوان، وفي اعتقادي ان هيكون في دعم عددي وبشري من الاخوان النهارده للتظاهرات دي من اجل انهم يقووها. ثاني حاجه، انا حد تعرضت للاعتقال وللضرب وللسحل في عهد مبارك، وانا اول واحد بطالب ان مبارك يجب ان يحاكم، لكن لازم نحط الاليه. انا هتوجه الى وزير العداله الانتقاليه بان ضروري يخرج تشريع بمحاكم خاصه لمحاكمه مبارك، لانه قانون الجنايه والاجراءات الجنائيه لا يمكن ان يسمح بده. بس احنا عندنا النهارده مبارك تحت الاقامه الجبريه، وعندنا ما زال على ذمه قضايا. وتاني حاجه، مبارك خد براءه هو ورموز نظامه كلهم في عهد الاخوان المسلمين، خدوا براءات جماعيه، وكان عندنا يعني مسلسل براءات جماعي في عهد الاخوان. الناس ليه ما نزلتش في عهد الاخوان لما الناس دي كانت بتاخد براءه؟ ليه لما رشيد محمد رشيد وغيره وغيره من رموز نظام مبارك خدوا براءات الناس دي ما نزلتش ليه الميادين؟ يعني ده سؤال برضو وعايزين اجابه عليه. يعني بتشكك في انه الغرض او الهدف من هذه التظاهرات مش هو الاعتراض على خروج حسني مبارك من السجن، اهداف اخرى؟
أهداف أخرى بجانب أنه حتى لو أهدافه هو المبارك يعني فده خطأ فادح في الوقت الحالي، لأن أي تظاهرات في الشارع هتصب في صالح الإخوان وهيستخدمها الإخوان، وأعتقد أن لازم الناس تبقى فاهمة ده كويس جدا، وأنه إحنا الخطر علينا من الإخوان خطر لا يقل عن مسألة خروج مبارك، بل أكثر كمان، لأن الناس دي ما زالت مطلقة الصراخ في الشارع وتهدد الأمن القومي المصري، وما زالت تحيك المؤامرات لمصر. نعم. ومازال بعض قياداتها مطلق الصراحة زي محمد البلتاجي وغيره، وده يشكل خطر شديد. فالمسألة مش محتاجة مراهقة سياسية الآن أو تجارب سياسية من جديد أو حتى تحرك من غير ما يكون محسوب ومقدر له بشكل مظبوط. فأنا بتبرأ تماما وأرفض تماما هذه التظاهرات النهاردة، وبدعو هؤلاء الأشخاص أن يطهروا نفسهم من الداخل وأن يتخلصوا من أي عناصر من جماعة الإخوان المسلمين قد تكون خلايا نائمة أو شيء بتوجههم. نعم واضح. وهم لا يدركون. نعم واضح.